انظروا إلى لون هذا النهر، لون مياهه، هذا اللون الأزرق الأخضر المائي للزرقة، لون جميل جدا. وكما تشاهدون في الضفة الأخرى للنهر، هذه السفن والبواخر الراسية والتي هي الآن عبارة عن مطاعم ومقاهي، سأصورها لكم فيما بعد إن شاء الله تعالى. حقا إنها مدينة جميلة، أنصح الجميع بزيارتها إن أمكن. الجو اليوم لطيف جدا، الأمس كان جو حار جدا حار، لكن اليوم الجو لطيف. درجة الحرارة الآن 27 درجة مئوية، لكن كما تشاهدون وتسمعون ثمة رياح ونسائم تلطف الجو ما شاء الله تعالى. حياكم الله وتحياتي الخالصة لكم. الآن تشير إلى الواحدة إلا 20 دقيقة، إلا ثلث بعد منتصف النهار. عمان النظافة، انظروا، الله إنهم رجال والله. أحييه، عندما مررت إلى بجانبه ألقيت له التحية وشكرته، لأني أعرف ما معنى هذا العمل، لأني اشتغلت هذا الشغل. هذه أول مرة أتحدث أني اشتغلت هذا الشغل، نفس الشغل الذي يقوم به هذا الشاب عندما كنا شباب في سن 25 ولا أستغفر الله ممكن أكثر، أنا 26 سنة، نعم 25-26 سنة في بريطانيا. اشتغلت في إحدى الشركات مثل هذه الشركة في لندن، وكان هذا عملي مع جماعة من البريطانيين الذين اشتغلنا مع بعض في ذلك تلك الحقبة. أذكر قبل 22 سنة، هذا كان هذا في سنة 2000، صيف سنة 2000 في لندن. ذكريات، كنا نشتغل في هذا المجال مع شركة أونيكس الغنية، يعني تعريف، متواجدة في فرنسا وتواجدة كذلك في بريطانيا. نعم، إذا أقدر عمل هؤلاء الرجال، ولولاهم ما كانت الشوارع نظيفة كما ترون، وما كانت هناك هذه المناظر في كل مكان وفي كل البلدان. أحيي رجال النظافة، أحيي هذا، وتحية خالصة لهم من هنا لإخواننا رجال النظافة في الجزائر، أحييهم تحية خالصة وأقول لهم كان الله في عونكم ولكم مني كل التقدير والاحترام. فوالله ثم والله ثم والله أقسم أكثر من 3 مرات لو كان بيدي لا رفعت راتبهم إلى أكثر من راتب الأطباء وراتب المهندسين وراتب المدرسين وحتى قيادة الجيش، لأن رجال النظافة هؤلاء هم جنود. لولاهم ما كان للمدن والقرى والشوارع وجهها الذي نراه به نراه يوميا. فحياهم الله ووفقهم الله، وتحية خالصة لهم من هنا من فرنسا من مدينة أمون. أعود إلى هذا النهر الجميل الذي حقا أعجبني. كما ترون النهر يصب من الشمال نحو الجنوب،
باتجاه الجنوب، ترون اتجاه المياه فهو يتجه نحو الجنوب ليصب في بحر البحر الأبيض المتوسط. نعم، والآن أنا متجه إلى الناحية الأخرى من الطريق إلى تلك المقاهي إن شاء الله تعالى. فإلى ذلكم الحين أترككم في رعاية الله وإلى الملتقى. مانيفيكا، والله إنه نهر جميل بين الأنهار التي أعجبتني حقا في أوروبا، بين أجمل الأنهار التي رأيتها في أوروبا، أجمل من نهر الذي يقطع سويسرا وجبال الألب إلى مدينة بازل باتجاه بحر الشمال نحو الذي مصبه في هولندا كما تعرفون في أمستردام. ما اسمه النهر الذي يصب في أمستردام من سويسرا من على بازل، يمر على بازل، النهر الذي من بيرن إلى بازل؟ أنا الآن أسأل ابنتي، قد نسيت اسم النهر الذي يصب نهر بال، اسمه هذا الرون، ليس راين، نعم هذا لوغون، والبحر والنهر الذي يصب من جبال الألب في سويسرا يصب في بحر الشمال في هولندا اسمه الراين، هذا الرون والآخر اسمه الراين. البحر نهر الرون أجمل بكثير من نهر الراين، أجمل بكثير، لأني أراه واسع حقا إنه واسع هنا في مدينة ليون مقارنة به في مدينة بازل أو في بيرن مثلا، واسع ومياهه ذات لون جميل جدا. حياكم الله. كما قلت لكم هي عبارة عن مطاعم وسناكات ومقاهي وبارات. كما تعلمون في أوروبا المقاهي نادرا ما تجد قاعة شاي أو تيلون التي لا تقدم الكحول، المهم ومطاعم عبارة عن بواخر قديمة تم تحويلها إلى مطاعم، وفكرة جميلة جدا، فكرة رائعة، من أفكار الإنتاج الإنسانية وفيه تفكير الإنسان، فكرة رائعة جدا، نعم.
انا اشجع هذه الافكار الاستغلال. بعض المطاعم مغلقة، يوجد مطعم فاقد مفتوح امام العسكر هذا، اما المطاعم الاخرى فهي مغلقة لا ادري لماذا للاسف، رغم اننا في الصيف وفي موسم العطل والرحلات. يعني المهم حياكم الله جميعا اخوتي، والى اللقاء في منطقة اخرى ومناظر اخرى. السلام عليكم. على ضفة النهر ولا أرواح.